بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة. بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي جرت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي. استعرض الجانبان مسارات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والسياسية وغيرها وفرص توسيع آفاقها على مختلف المستويات، وشدد على الحرص المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة وتحقيق نقلات نوعية فيها بما يخدم التنمية والتقدم في البلدين ويسهم في بناء مستقبل مزدهر لشعبيهما. كما بحث الجانبان المستجدات الخليجية والعربية ومجمل التطورات والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأكد سموهما أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز أسس السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية البحرينية تمكنت بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجلالة الملك حمد بن عيسى من مواكبة تطلعات الشعبين الشقيقين للتعاون والتكامل على مختلف المستويات وتجسيد ما يربط بينهما من وشائج القربة وأواصر الأخوة في برامج ومشروعات تصب في مصلحة التنمية والنهضة والتقدم في البلدين. إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، شهد مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين.